بسم الله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب. حسنت. جزاك الله خير. حسنت. يعني الآيتين هذه مثلا الله سبحانه حتى يرغبنا في هذا الأمر جاب لك مثال، ومثال تقدر تشوفه في الواقع. قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله